مرحبا. في هذا الفيديو سأحل مسألة تتعلق بالويفز باستخدام complex numbers. لنبدأ. المسألة مشهورة موجودة في معظم الكتب الرياضية والفيزيائية خاصة في mathematical physics التي تتعلق بالويفز. المسألة تقول prove that، لاحظوا السطر الأول، cosine ثيتا plus cosine 3 ثيتا plus cosine 5 ثيتا، إذا نجمع odd numbers of ثيتا، plus إلى حد اللي هو cosine 2n minus 1 ثيتا. n is integer، ونريد أن نبرهن أن هذا الصم والمجموع يساوي sine 2n ثيتا divided by 2 sine ثيتا. السطر الثاني sines، sin theta plus sin 3 theta مرة أخرى odd numbers، الجواب يساوي sin square n theta divided by sin theta. There is a hint in the question saying that use Euler's formula. هذه في complex numbers أحد أشهر formulas في complex numbers and the geometric progression formula. طيب. هذه مسألة جيدة تحويلت من البيسك سكيلز في الكومبلكس نمبرز وفي جيومتريك سيريز. سنبدأ بحل هذه المسألة بعد قليل، لكن في البداية أريد أن أتحدث عن مفهوم فيزيائي قبل أن ندخل في الحلول الرياضية. أحد البرنسبلز المشهورة بالفيزياء يسمى Superposition Principle. Superposition principle طبعا سببه هو أن كثير من النظريات والمعادلات الفيزيائية التي تصف ظواهر فيزيائية تكون linear equations، نسميها linear systems. في هذه الأنظمة الفيزيائية اللي هي linear systems يكون النت effect due to multi causes is the sum of the multi effects due to these multi causes. سأحاول أن أوضح ما المقصود بهذه الجملة. لنأخذ مثال مثلا، قانون نيوتن الثاني، نيوتنز سكند لو. لنفترض أن هناك جسم تؤثر عليه قوة معينة اسمها F1. Now هذه القوة إذا كانت لوحدها ستولد acceleration لنسميه A1. لأن لنفترض أن هذا الجسم تؤثر عليه قوة أخرى نسميها F2، إذن سيكون التسارع له علاقة بـ F2 ويساوي acceleration A2. الآن ماذا سيحدث لو كانت القوتان F1 و F2 تؤثران على هذا الجسم معا؟ عندها سيتحرك الجسم بتسارع، وسيكون هذا التسارع هو عبارة عن مجموع التسارعين A1 زائد A2، طبعا بشرط هذا جمع متجهات vectors. These are vector quantities. هذا هو المقصود بالsuperposition principle. إذن مجموع القوى تأثيره على الجسم هو عبارة عن تأثير كل قوة لوحدها ثم نجمع هذا التأثير، فهذا ما نسميه بالsuperposition principle. طبعا هذا ليس فقط في الكلاسيكال ميكانيكس موجود في قوانين نيوتن، أيضا في كثير من النظريات الفيزيائية والمجالات. ربما مثلا مثال آخر نذكر electromagnetic theory. مثلا لو عندنا شحنة كهربائية تولد مجال كهربائي، الآن إذا كان عندنا شحنة أخرى ستولد مجال كهربائي آخر. الآن ماذا سيحدث لو كانت الشحنتان معا موجودتان؟ عندها سيكون المجال الكهربائي الناتج هو حاصل جمع المتجهي طبعا vector addition of the two electric fields due to the two charges. فهذا مرة أخرى يسمى superposition principle. ايضا سنجده في الويفز، فنفس الشيء عندما يكون عندنا مجموع من الامواج، هذه الامواج كل واحده لها سبب او كوز تتعلق بفورسز معينه. الان مجموع هذه الويفز يجمع ويعطينا التاثير الكلي. ايضا نجد طبعا في الكوانتم ميكانكس وهذه الفكره ومبدا superposition principle هو احد اهم المبادئ الموجوده في quantum mechanics. المسألة التي لدينا فيزيائيا يمكن أن نربطها بالwaves.
طبعا نعرف بأن الكلاسيكال ويف إكويجن هي لينير، وبالتالي إذا superposition principle can be applied, which means معناه إنه النت amplitude caused by two or more waves moving same place or space, then this net amplitude will be the sum of individual amplitudes by the different waves. سنعود إلى المسألة الآن وسنحاول الآن أن نحل هذه المسألة، لكن قبل ذلك إذن حاولت الآن أن نفهم المعنى الفيزيائي لها. إذا مرة أخرى لنعود إلى هذه المسألة، يمكن أن نتخيل أن هذه المسألة عبارة عن مجموعة من الويفز، ولاحظوا طبعا في هذه الحالة هذه الويفز اللي هي cosine functions أو sine functions they have the same amplitude في هذا المثال. هذه حالة خاصة طبعا، ولكن نأخذ هذه الحالة ونريد أن نبرهن أنه عندما نجمع هذه الويفز فإن الجواب يمكن كتابته بالأجوبة المعطاة على اليمين. سأحاول أن أبرهن إذن هذه العلاقات. لنأخذ فقط لنرسم ساين ثيتا وساين ثري ثيتا. طبعا على الشكل الذي ترونه ساين ثيتا هو باللون الأحمر، الكيرف باللون الأحمر، وساين ثري ثيتا باللون الأخضر. طبعا تلاحظوا بأن الwavelength of ساين ثيتا أكبر من الwavelength of ساين ثري ثيتا بثلاث مرات. إذن الwavelength of ساين ثيتا is bigger than ساين of ثري ثيتا. الآن نتخيل أن هذين موجتين يتحركان في نفس المكان. الآن نستطيع أن نجمعهما معا، فبالتالي نسأل الآن ما هو sin ثيتا زائد sin 3 ثيتا. الآن نرى بأنه عندما نجمع هاتين الموجتين فإن الجواب على الجراف كما ترونه هذا هو حاصل جمع الموجتين، أو ما يمكن نسميه بالانترفيرنس. إذن superposition حقيقة هو it leads to the famous phenomena of interference. هذا الشكل المجموع، ورياضيا يمكن كتابة sin theta plus sin 3 theta as sin 2 theta square divided by sin theta. هذه إذن حالة خاصة من الحالة العامة اللي في السؤال التي نريد أن نبرهن عليها. سأبدأ الآن بالمحاولة برهنة هذه العلاقات. طبعا سنستخدم بعض المفاهيم المهمة جدا من complex numbers للبرهنة على هذه العلاقات. أول فكرة أو معادلة مشهورة جدا لما نسميها Euler's formula، لتقول بأنه the exponential e to the i n theta is equal to cosine n theta، هذا هو real part، plus i sine n theta that's the imaginary part. طبعا real part هو cosine n theta والimaginary part هو sine n theta. إذا نستطيع الآن أن نحول العلاقات الموجودة في السؤال إلى complex form باستخدام Euler formulas. فمثلا مجموع الكوساينز يمكن أن نكتبه هو real part لمجموع الexponentials complex exponential terms الموجودة في هذه السطر الأخير. نفس الشيء sin، مجموع sin sin theta plus sin 3 theta إلى آخره إلى النهاية، هذا هو راح سيكون imaginary part of مجموع نفس الشيء مجموع الـ exponential complex forms. الآن لنبدأ ونكون حذرين. الآن لنرى السطر الأول e to the i theta plus e to the i 3 theta إلى آخر term اللي هو e to the i 2n minus 1 theta. الآن نستطيع أن نكتب على شكل summation. So this is the sum over some variable, طبعا integer, it's m, سميه m, from m equal 1 to n. وn هو اللي سيعطينا آخر term في هذا الصم. Of what? Of exponential e to the i 2m minus 1 theta. إذن m هو integer. فطبعا تستطيع الآن بالتعويض قيم m أن نبرهن أن هذا الصم بهذا الشكل هو نفسه الطرف اليسار. مثلا لو جربنا m equal 1 فأول term رح يطلع معنا e to the i 2 minus 1 which is theta e to the i theta. إذن هذا الترم الأول. لاحظوا الترم الأخير رح نعوض مكان m بn، والترم الأخير رح يكون e to the i 2n minus 1 theta.
الآن ننتبه أنه في داخل هذا الصم e to the i minus theta. هذا الترم الموجود في الباور ليس له علاقة بالصم، إذا نستطيع أن نخرجه خارج الصم، وبالتالي نكتبه كما هو في السطر الثاني e to the minus i theta مضروب في الصم of e to the i 2m theta. الآن النقطة الأخيرة ننتبه أنه هذا الـ exponential يمكن كتابته على شكل exponential e to the i 2 theta to the power m. إذن that's a power term. الآن باستخدام هذه الملاحظات البسيطة حصلنا على summation ل power terms. هذا ما يسمى بال finite geometric series. لنتحدث عنها قليلا قبل أن نكمل حل هذه المسألة. الآن حسب الهنت الموجودة في المسألة سنستخدم أيضا أو سنستفيد من هذه الفورمولا المشهورة تسمى The Geometric Progression Formula. هذه الفورمولا هي مهمة لطلبة الفيزياء والرياضيات في حالة ما كان لدينا Finite Geometric Series. لنرى الجيومتريك سيريز الموجودة عندنا هنا 1 plus r. طبعا r is any number real or even complex بس بشرط أن r لا تساوي 1. ما عدا ذلك r could be any number real or complex. 1 plus r plus r square plus r cube إلى آخر term r to the power n. نستطيع أن نبرهن على أن حاصل هذا الجمع يساوي كما ترون في السطر الأول اليمين. الجواب هو 1 minus r to the power n plus 1 divided by 1 minus r. هذه العلاقة مشهورة جدا وسنستفيد منها في هذه المسألة. الفكرة أننا في السؤال المعني هنا سنعوض مكان r سنستفيد من هذا الترم r وسنعوض مكان r بالإكسبوننشال e to the i 2 theta كما سنرى لاحقا. الصم لا يبدأ من 1 في المسألة التي لدينا بل تبدأ من R. فطبعا الصم ليس صعبا أن نجد ما هو الجواب. إذا كان الصم يبدأ من R plus R square إلى R to the power N سننقل 1 على الجهة الثانية فيصبح هذا هو minus 1 زائد المجموع الموجود أعلى. نستطيع الآن برياضيات بسيطة أن نبرهن على أن الجواب يمكن كتابته على شكل كما ترون في آخر السطر في آخر العلاقة r times 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. إذن هذا هو حاصل جمع geometric progression formula في حالة إذا كانت السيريز تبدأ من r وليس من 1 من term 1. الآن سنستفيد من هذه الفورميلا سنعوض مكان r e to the i 2 theta فتصبح الآن النتيجة التي لدينا كانت هي احنا قلنا في عندنا term e to the minus i theta أخرجناه أصلا خارج الصم والصم هو عبارة عن الإكسبوننشال e to the i 2 theta وسنسميه هذا r. إذن هذا يصبح الصم r to the power m from m equal 1 to n. والآن حسب الفورميلا نعوض مباشرة الجواب هو e to the i 2 theta اللي هي r في 1 minus r to the power n اللي هو الترم الأخير e to the i 2n theta divided by 1 minus r و r هي e to the i 2 theta. بهذا الطريقة حصلنا حاصل جمع للجيومتريك سيريز التي في المسألة التي نهتم بها. طبعا الآن نستطيع أن نبسط قليلا في عنا 2 exponentials يمكن أن نبسطهم مع بعض ويصبح الجواب الأخير هو e to the i theta في 1 minus e to the i 2n theta divided by 1 minus e to the i 2 theta. سنكمل فقط نريد أن نبسط هذا الجواب النهائي. سنستفيد طبعا من شيء آخر مهم جدا في الكومبلكس نمبرز اللي كيف نكتب الكوساين والساين باستخدام الإكسبوننشيالز. نحن نعلم بأن كوساين n ثيتا هي e to the i n ثيتا plus e to the minus i n ثيتا over 2
والساين ان ثيتا هو عبارة عن e to the i n theta مرة أخرى، لكن minus e to the minus i n theta divided by 2i، في أن الإماجينري نمبر i في المقام. سنستفيد من هذه المعلومة لتبسيط الجواب النهائي. كيف؟ لدينا في الجواب النهائي كان هذا التير الموجود في البسط 1 minus e to the i 2 n theta. الآن سنخرج e to the i n theta common factor، سيبقى في الداخل بدال ال1 أصبحت e to the minus i n theta. طبعا إذا أرجعنا الترم اللي في الخارج القوس دخلنا سنرجع إلى 1 حصول على 1، والترم الأخير سيكون e to the i n theta. الآن الترم الموجود في داخل القوس هو عبارة عن sin n theta مضروب في minus 2i. طبعا الماينس سبب أنه الترتيب هنا هو معاكس للترتيب الموجود في تعريف الساين. بنفس الطريقة المقام الموجودة كانت في الجواب 1 minus e to the i 2 theta، الآن منطلع e to the i theta common factor في داخل، ويبقى معنا القوس، والقوس هو عبارة عن minus 2i في sin theta. الآن إذا قسمنا الحدين فوق بعضهم البعض نستطيع أن نبسط ذلك، والجواب النهائي للحاصل قسمة الطرفين الحدين هو كما ترونه في العلاقة الأخيرة موجودة في السطر الأخير. الآن نعود لتبسيط الجواب النهائي. هذا هو الجواب الأخير الذي نريده. كان عندنا أصلاً e to the i theta مضروب في هذا الحدين مقسومين على بعض، وهذول برهنا أنهم يساووا ما يلي. الآن تبسيط أخير، ولدينا الجواب في السطر الأخير e to the i n theta sin n theta divided by sin theta. الإكسبوننشال طبعا الكومبلكس إكسبوننشال أن نكتبه باستخدام أويلرز فورميلا مرة أخرى، ونحصل بذلك على real part وعلى imaginary part، وهكذا ننهي المسألة. إذا أخذنا real part فسنحصل على sum للcosine functions cosine theta plus cosine 3 theta plus cosine 5 theta اللي كان السطر الأول في المسألة، ونأخذ real part، و الريال بارت راح يكون عبارة عن sin in theta multiply by cosine in theta divided by sin theta. طبعا هناك very famous identity في trigonometric functions انه sin ضرب cosine يمكن نكتبه على شكل sin 2 in theta twice the angle divided by 2، وبالتالي نحصل على الجواب الأخير الحاصل لجمع الكوسينز. إذا أخذنا الimaginary part نحصل على sum للsin functions، والجواب النهائي هو sin square n theta over sin theta. إذن هذه مسألة أعتقد من المسائل الجيدة لأنها تحوي بعض المعلومات المهمة للطالب أن يعرفها في مجال الـ complex numbers، وأيضا يتعرف على geometric series أو الفورميلا للحاصل الجمع. وأتمنى أن الطالب أن يكون مفهوم هذا الفيديو، وأن يستطيع الطالب أن يعيد الحسابات مرة أخرى ويتأكد من صحة الخطوات الموجودة، وهو المطلوب. شكرا لاستماعكم، ونراكم في فيديو آخر.